متابعين معكم مشاهدينا باقي فقرات بتحلى الحياه، ومثل ما شايفين انتقلنا على المطبخ مع جريس غنطوس. هاي جريس، هاي، كيفك؟ انا كثير منيحه، حضرتي لنا شيء كثير طيب. يس، كثير طيب وهيلثير عن نورمال براونيز. اوكي، عرفت انه حنستبدل الزبده بالافوكا. الافوكا، يس. المكونات اللي حنعوزهم هن اربعه بيض، شويه فانيلا، كبايه سكر اسمر، كبايه سكر عاديه، نص كباية طحين، كباية وثلث من الكاكاو، واثنين افوكا مطحونين. اوكي، وليه خلطين اثنين سكر اسمر وابيض؟ بدنا نخلطهم بالبراونيز، بفضل اوقات نعوز الاسمر. سو اول شيء حنعمله حنخلط البيض والفانيلا. حنخلطهم تيصيروا فلافي. اوكي. هي الطريقة. نضيف السكر تدريجيا؟ لا، كان زيهم دغري كلهم سوا. حنزيدهم كلهم سوا. بعدين شوي ثقيله. هلا البيت فيهم يخفقوا بعد شوي اكثر. اوكي، قبل ما نضيف السكر. قبل ما نضيف السكر. هيك المكونات كلهم عم نحطهم ورا بعض. ورا بعضهم. هلا بنزيد الطحين. كلهم. اوكي. وكمان الكاكاو فينا نزيده هلا. وكمان الطحين حاطط له انا شوية ملح. اوكي. جريس، ليه حطينا ملح عادة؟ الملح بنكه، يعني بيعطي طعمة الشوكلت أكثر. يعني كل ما بدنا نستعمل شوكليت لازم نحط شوية ملح؟ كل شيء، كل الديزرت بيحطوا ملح. اوكي، شوية ملح هيك بيعطي نكهة زيادة للشوكليت. بنخلطهم قد ايه تقريبا؟ بنخلطهم شي 3 دقايق تقريبا. وهلا بدنا نزيد نزيد فوقهم الافوكا. الافوكا اخر شيء. كمية كلها كمان؟ كل الكمية. زدت لك اياها؟ يس. هلا اكيد بنكون عم نحمل الفرن على 180. هون بالبلندر غريب الافوكا. بالبلندر او بالشوكة كمان فينا. عن جد ما حتعرفوا الفرق بالطعم. يعني ايه، انه غريبة تستبدل زبدة بافوكا. ما بتخطر على البال، بتعطي طعمة كمان. بتعطي طعم. لا، ما كأنه في أفوكا. اوكي. بهالشكل. هلا أكيد بيخلطوها بعد زيادة هلا نحن كرمال الوقت. اوكي، بس بتبين يعني أصلا هو اللي يمكن ال ايه. هلا هنا حيضلوا مبينين شوي، يعني قد ما الواحد يا معصوم. حطيهم. ثانك يو. التفتيز الزهريه. هون بنكون حطينا شيء على الصينيه. يس، فيهم يرشوا البام او فيهم يحطوا زبده وطحين. زبده وطحين. او الورقه تبع ورق الزبده. بابيي بار يعني. يس. هلا قولي شو حطيتي على الصينية؟ شو حطيتي جريس هون على الصينية؟ الزبدة. زبدة؟ شوية زبدة. فينا نكتفي بالزبدة بلا طحين يعني؟ فيكم. كمان حسب الصينية إذا كانت إيه، إذا لاصقة قد إيه لاصقة؟ مظبوط. بس إيدك شو؟ أوكي. ثانك يو. هلا بنمدها. قبل بقد إيه لازم نحمل الفرن جريس؟ قبل بـ10 دقايق. مش اكثر. لا، ما ضروري اكثر. واذا ما حمينا اوقات بننسى الفرن انه نحميه، وبنحط الفرن سوا هو والصينيه، يعني بنحميه ايه مع الصينيه. بس بنفضل نحميه حتى لو 5 دقائق احسن من انه ندخل الصينيه قبل. مزبوط مزبوط مزبوط. كثير منيح. هلا هيدي بدها تقريبا 55 دقيقه. أوكي. بس بالفرن. اوكي، 55. 55 بتاخذ وقت اكثر. بس جريزي المفروض تكون بصينيه اصغر ولا لا؟ ولا هي حتمسك حسب قد ايه بحبوا السمكه، يعني فيهم يحطوها بصينيه اكبر او اصغر. اوكي، بهالسمك تقريبا بهيدي نفسها زيتها. وهون كمان جايبه شوكليت صوص هيك بيطلعوا. فينا نحط لهم شوكليت
شوكليت صوص معهم. شوكليت صوص بتجيبيها جاهزه ولا هيدي خالصه؟ بس نحن فينا نعملها نحضرها؟ اكيد فينا، مثل هديك الجمعه عملناها. ذكرينا. الكريم فريش مع شويه شوكليت شيب. اوكي. كمان بتطلع تقريبا نفس الطعمه. هلا استغنينا عن الزبده، استعملنا افوكا بس عودنا بالشوكليت. بس عودنا بس بدل ما تاكلي هلا قطعه لين بيطلع لك قطعتين. ما في زبده لا. بنكون عملنا ما استفدنا بس. شكلنا كثير طيب. ثانك يو. وصحيين اهم شيء. يس. شكرا لك جريس. واكيد الاسبوع المقبل نحن بانتظارك لحتى نحضر كيك او ديزرت كثير طيب وكثير سريع. ثانك يو. الاهم من هيك انه كثير سريع. اهلا وسهلا فيك جريس.